أخرى وتواصل آخر. شوطنا الذي يسير وينطلق أمام حضراتكم أيها الحفل الكريم، وخامس الأشواط والمخصص للأبكار المحليات الأصايل من سن الثنايا، حيث تسير هذه الانطلاقات بمعية الأخوة المضمرين في تنافس وتحدي بين الثمانية كيلومترات في ثناياها وفي تحديها بين هذه المجموعات المميزة والمجموعات الراقية جدا في انطلاقات المساء. نسير مع الأبكار المحليات الأصايل وتنطلق من مسافة الثمانية كيلومترات. الآن على مقدمة الشوط والبداية تتقدم ملهمة في صدارة الشوط لهجن العاصفة وعملية التضمير والتدريب تعود إلى غياث الهلالي. أما المركز الثاني وصلت الآن جناح، تعود الملكية كذلك لهجن العاصفة وعملية التضمير والتدريب. يأتي غياث الهلالي، ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث حيث تتقدم ريمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وعملية التضمير والتدريب. يأتي هنا المضمر سعيد بن عبيد الحميري. أما المركز الرابع فنصل مشاهدين الأعزاء إلى الهنوف، الهنوف واصل الهنوف من هجن العاصفة، بينما في التضمير يأتي غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الخامس، وخامس المراكز وصلت الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ويأتي في التضمير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. أما المركز السادس فهناك تتقدم الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وياتي المضمر سعيد بن سالم الينيبي. هنا ابو خليفه من يقدم لنا الشاهينيه في هذه الانطلاقه، نقله الى المركز السابع، والمركز السابع تصل من خلاله العنود او غيوم لهجن العاصفه المضمر غياث الهلالي، هو الان المتواجد على المركز الثامن. المركز بالفعل المركز السابع، المركز الثامن شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان هنا في عملية التضمير. يأتي أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي ليقدم الهبيبة، الهبيبة تتقدم في هذا الملتقى تسير إلى المركز السابع، بينما المركز التاسع هناك شعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني أو سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وعملية التضمير سالم بن عام عامر المدوشي في انطلاقة هذا الشوط. ها هي مشاهدين الأعزاء أسماءنا المنطلقة وأسماءنا الحاضرة في تحديات هذا الشوط في ملتقى هذا الشوط، لكن نعود إلى البداية ونعود إلى المراكز الأولى. الله، هجن العاصفة لا زالت المتقدمة بجناح وملهمة، بجناح وملهمة على المركزين الأول والثاني في خطوط التقدم، في خطوط التماس الأولى. هناك على القمة بينما في المراقبة والمتابعة يأتي غياث الهلالي. من يقدم لنا هذه الأسماء في موكب المساء؟ بينما المركز الثالث هناك الشاهينية تتقدم في المركز الثالث وريمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ويأتي في التضمير سعيد بن عبيد الحميري. من يقدم الشاهينية؟ المركز الرابع. ننتقل مشاهدين الأعزاء إلى الشاهينية الأخرى لسمو الشيخ راشد حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري في عملية التضمير. المركز الخامس، الخامس الخامس هذه اللي وصلت الآن، هو الهبيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. يأتي في التضمير الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، خذ المركز الخامس الآن. المركز السادس، نصل مشاهدين الأعزاء إلى غيوم في سادس المراكز لهجن العاصفة المضمر غياث الهلالي. المركز السابع، المركز السابع الهنوف لهجن العاصفة وبقيادة المضمر غياث الهلالي، بينما المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم تتقدم الشاهينية وبقيادة سعيد بن سالم الينيبي. والمركز التاسع هناك تقدمت غاية أيها الحفل الكريم، والغاية تبرر الوسيلة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني المضمر سالم بن عامر المدهوشي. هذه النتيجة لمراكزنا الأولى المتقدمة
في لقاء هذا المساء، عودة إلى الصدارة وعودة إلى القمة بعد نهاية هذا النداء، والأسماء اللي وصلت واللي حضرت واللي تنافست في مساء اليوم 8 كيلومترات. نشاهد دائما بعض الفروقات وبعض التحديات، لكن ما تحكم أبدا إلا مع خط النهاية، والحكم دائما بكل التحديات في المشاركات الرسمية اللي من خلالها تقاس هذه العملية، عملية التحدي بين الشعارات. نعود إلى جناح وهي على جناح السرعة تسير في المشاركة وفي الأداء المميز، جناح لهجنة العاصفة تتقدم في المركز الأول، تليها ملهمة كذلك لهجنة العاصفة، بينما في التضمير ياتي غياث الهلالي، هو من يتابعهم في عملية التضمير والتدريب، ياتي مستمرا في تحدي ثنائي جميل. أما المركز الثالث فهنا ريمة، تصل ريمة مشاهدينا الكرام لتخلط الأوراق من جديد في مستوى هذا الشوط، لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ياتي المضمر سعيد بن عبيد الحميري في هذه المنافسة الشيقة، في هذه المنافسة الراقية. أما المركز الرابع، المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ياتي ذي التضمير مسري بسالم بالعرضي الحميري. والمركز الخامس تتقدم الهبيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، يقدم هذه الهبيبة. والمركز السادس الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر سعيد بن سالم الينيبي. هذه النتيجة، هكذا النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء لهذه الأسماء المنطلقة تماما في بحر الناموس وفي بحر التحديات المميزة. بينما المركز السابع هجن العاصفة تقدم لنا غيوم بقيادة غياث الهلالي، وكذلك هناك من تتواجد معها الهنوف لهجن العاصفة المضمر غياث الهلالي. أما المركز التاسع فتصل من خلال غاية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، هنا ليقدم هذا الشعار الغرفاوي، وفي عملية التضمير والتدريب ياتي المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي. هكذا يا الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء هذه النتيجة حتى هذه اللحظات للمراكز المتقدمة، حتى هذه اللحظات اللي راحت واللي تقدمت في انطلاقة هذا الشوط. أعود أيها الحفل الكريم إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط، البداية البداية في انطلاقة هذا الشوط، ولكل بداية النهاية ولكل تحدي استثمار. عودة إلى المقدمة وصدارة الشوط حيث تسير الأسماء، هناك معلنة مع وجود هجن العاصفة في مقدمة الشوط وفي ملتقى هذا التحدي على المركزين الأول والثاني بقيادة جناح وكذلك بتتابع ملهمة، بينما في التضمير غياث الهلالي حتى هذه اللحظات في آخر زاوية في الاتجاه نحو خط النهاية ونحو خط الناموس والمنصة. المركز الثالث الآن تصل ريمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في عملية التدريب والتضمير. الشاهينية تتسلل تتقدم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، هنا بقيادة المضمر سعيد بن سالم الينيبي يتقدم بخليفة ليقدم لنا كذلك الشاهينية في هذه الانطلاقة وهذا التواصل. المركز الخامس، الخامس الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وياتي مسري بن سالم بالعرط الحميري في تضميره. المركز السادس وصلت الهبيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. والمركز السابع هجن العاصفة تقدم غيوم على المركز السابع بقيادة غياث الهلالي، ثامنا كذلك لهجن
السجن العاصفة من خلال هذه الانطلاقات الهنوفة وبقيادة غياث الهلالي. غاية تحتل المركز التاسع لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني والمضمر سالم بن عامر المدوشي. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم للأسماء المتقدمة، للأسماء الواصلة، للأسماء الحاصلة على الفوز والناموس والانتصار في تغيير المسار. بدأ الاقتراب الآن، الجميع في موقع واحد، في موقع واحد، موقع انطلاق وموقع قوة وموقع تحدي في هذه المنافسة، في هذه المنافسة الثانية بالنسبة للمحليات الأصايل. نعود إلى البداية، والعودة لا زالت مع جناح على المركز الأول على جناح السرعة تسير وتطير، إلا أن الشاهينية بدأت تخطف المركز الأول وتسير. الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم الينيبي. 1200 على خط النهاية المركز الثاني. هناك جناح لهجن العاصفة، المركز الثالث ملهمة لهجن العاصفة، والخطورة أكيد تكمن في هذه الأسماء اللي ذكرناها. أما المركز الرابع لهبيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. هذه النتيجة، لكن عودة إلى البداية، عادت من جديد هجن العاصفة من خلال وجود ملهمة، من خلال وجود ملهمة اللي على المركز الأول واللي المركز الأول تستسلمه. هذه البداية، عادت ملهمة إلى صدارة الشوط بالمقدمة في الصدارة وفي التنافس. هجن العاصفة بينما جناح كذلك الهجن العاصفة تحتل المركز الثاني، يتقدم غياث الهلالي. عادت من جديد الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة سعيد بن سالم الينيبي. وصل الآن وتسلل إلى مقدمة الشوط، تسلل من قبل الشاهينية. الشاهينية في هذا اللقاء، في هذا الشوط، ها هي مشاهدين الأعزاء الثلاثية أصبحت ثنائية، أصبحت ثنائية في هذا التحدي. ما شاء الله تبارك الله بين الشاهينية وبين ملهمة، ملهمة والشاهينية، الشاهينية وملهمة، واللحظات اللي تلهم ملهمة الفوز والانتصار. ملهمة على الشوط مشاهدين الكرام تنتزع المركز الأول، تحاول محاولات الشاهينية إلا أن ملهمة تفرض السيطرة خاصة مع الميتين متر الأخيرة. ملهمة، ملهمة لهجن العاصفة، لهجن العاصفة اللحظات الأخيرة. الشاهينية ملهمة، 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 إذا هي بطلة هذا الشوط. تهانينا والناموس والنقطة الخامسة لشعار هجن العاصفة. تهانينا على الفوز والانتصار. المركز الثاني الشاهينية اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث جناح لهجن العاصفة، بينما المركز الرابع لهجن العاصفة غيوم. خامس المراكز تصريمة لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وسادس الهبيبة لاسمه الشيخ سلطان بن زايد النهيان. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت انطلاقة هذا الشوط حاملة التحدي والمنافسة والإصرار على تحدي هذه الأسماء المنطلقة والواضحة في تحدي الشوط. نعود إلى التوقيت الزمني، إلى المركز الأول. 13 دقيقة 12 ثانية، جزء واحد من الثانية، هي ملهمة لهجن العاصفة. تهانينا والناموس إلى المضمر الغيات الهلالي حيث سار بملهمة إلى خط النهاية. أما الشوط أو المركز الثاني من خلال تحقيق الانتصار كانت الشاهينية، قدمت عرض ممتاز. 13 دقيقة 12 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، والثانية كذلك موصولة إلى المضمر سعيد بن سالم لنيبي أبو أحمد وخليفة. أما المركز الثالث انطلاقة جناح لسمو لهجن العاصفة، 13 دقيقة 13 ثانية، 6 أو 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وإلى غياث الهلالي، تهانينا على الفوز والانتصار.